مرحبا حبايب، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير وسعادة. أحب أقدم لكم نفسي، أني ماما سعاد، عراقية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، مدينة شارلوت. ومدينة شارلوت تقع بالجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، وسموها مدينة شارلوت نسبة إلى الملكة البريطانية شارلوت. حبايبي أنا من عشت هنا، دائما من أتنقل وأشوف أماكن جميلة حقيقة. أتمناكم كلكم تكونون وياي وتشوفون هذه الأماكن. وعندي طبعاني من أشوف هذه الأماكن رأسا تتحول ذاكرتي لأيام الزمن الجميل اللي عشته بعراقنا الحبيب. وأحب أتمنى يعني كلكم تكونون وياي، مثل ما مرة رحت للمتحف القطار شفت بي، فالذكريات هاجت عدي حتى اجت ببالي أغنية نازل يا قطار الشوق نازل، هاي ديرتنا. طبعا يا حن ديرتنا فدوى العينكم. والأخ هذه من نقول غادة وحمد من يقول له ولك يا ريل لا تجعر، خذت ولفي يباوع على القطار ويمشي. ومثل ما هسه أني من دا أروح أداوم، اليوم من دا داوم راح أشوفكم فد وسيلة نقل الكبار كلهم حيعرفوها، وانتو الشباب إذا تتابعوني عودين تعرفون هذا شنو وقصته. تعالوا ويا يا حبايبي. حبايبي بما أنه أنا عشت بهذا البلد فلازم أتعلم اللغة اللي يتكلمون بها هذا البلد. هم هنا يقولون ماكو عندنا لغة رسمية، كل اللغات مرحب بها، لكن الأكثرية يتكلمون إنجليزي وبعض الناس يتكلمون إسباني. فيعني من أروح يعني هسه بأي مكان أريد أتكلم عربي ما حد يفهمني، فلازم أتعلم إنجليزي. وأني صحيح أطقطق بالعراق إنجليزي وهاي حسب دراستنا، بس هنا نحتاج أكثر وأكثر وأكثر حتى نتعامل وياهم، مثل من نروح للدكتور، من نروح المعاملة، من نروح يعني مثلا المحال نشتري. ما يصير نقول له يما بيش كيلو البانية، هاي ما ترهم عنده، لازم نقول له هاو ماتش، لازم مدري شنو. فعلى هالأساس اضطريت أني أروح المدرسة أتعلم اللغة الإنجليزية. طبعاً أنا من إجيت هنا سجلت بمدرسة بسيطة بمنطقة اللي سكنت بيها، وكانوا ذولا كل الطلاب يتكلمون اللغة الإسبانية، والمدرسة همين أيضا هي تتكلم اللغة الإنجليزية والإسبانية، ما يعرفون العربي. كنت أنا وزوجي أبو أنس الوحيدين ولا طقة، نفتر منا ما نعرف، هي تقدر تترجم لهم، إحنا ولا كلمة تقدر تترجم لنا يعني عربي وإنجليزي، فما استفادينا. حتى كنا يعني بالبريك الفرصة كنا يعني نقعد نسولف، هم يعلمون الإسباني وإحنا نعلمهم العربي، فيقولوا لي شنو يعني الفايف، أقول لهم خمسة، هم يقولوا لي يعني سينكو. فديوم من الأيام شافونا مدى الاستفادة، نروح ونجي أنا وأبو أنس،
فديوم أنس زارنا للمدرسة شافنا شو هذا أبو أنس واقف وكاتب أسماء ذولا الإسبانيين كلها كاتبها بالعربي ويقول له أنت اسمك هيك ينكتب، أنت جوني هيك ينكتب، أنت مايك هيك ينكتب. إجا أنس قام يلطم قال هاي ابني أنس. قال شنو هاي؟ هذا أنا داسكم قاعدين أنتوا تعلمون العالم عربي؟ النوبة جت المدرسة كان شو تقول للأنس؟ قالت له مرحبا. قال هاي هاي قام بطلنا وجابنا للمدينة هذه المدرسة اللي هي يعني جامعة وبيها فرع يعلمون اللغة الإنجليزية. أنا من حولت هنا للمدينة بالجامعة بقسم تعليم اللغة الإنجليزية، كانوا أولادي وصلوني للجامعة بالسيارة إلى يعني لأن تعرفون ماما سعاد ما تعرف السوق وأواعدكم أتعلم أسوق، وبعدين إلى أن افتتحوا وسيلة نقل جديدة يعني هنا كلش فرحتني. طبعا مو هاي هاي الوسيلة شوفوها، وكانت الفرحة فرحتين، أولا كانت قريبة من بيتي وتوصلني للجامعة، ثانيا كانت يعني ترجعني من أصعد بها أشعر شعور أنه ترجعني للزمن الجميل اللي كنا عايشين به آبائنا وأجدادنا بالعراق. وهسه راح اوديكم تصعدون بيها وياي وتشوفوها شقد جميله. بعد ما شفتوا القاري ذبني من هنا اجيت لهاي الجامعه اللي اتعلم بيها اللغه الانجليزيه. راح احب اسولف لكم باي باي قد حلو يخبل شفتوا، اسولف لكم على القاري وشنو قصته. طبعا مدينه شارلوت لاضافه الجماليه لهذه المدينه الحلوه رادوا ان يسوون قاري نفس الصفات نفس يعني المواصفات اللي القديمه، رادوا يسووها بهذا القاري الجديد جعلوه للسياح. طبعا وهذا مجاني، بس شنو الفرق الوحيد وهمين نفس الشيء يمشي على السكه والهاي، بس الفرق الوحيد انه يمشي على السلك الكهربائي والمواصفات اللي سووها الخشب نفسه. حتى اللي سايقه اللي سولفت وياي قالت اني حفيده احد اللي الناس القدماء اللي كانوا يسوقون القاري ابو الخيول، كان جدها عايش بفرجينيا. من اني قلت لها احنا كان عندنا بالقديم قاري بس كانت يعني تسحبها الخيول، قالت اني همينه كان جدي احد السواق وعينوني اني لان اني حفيدته. يعني وحده من السائقات هن مو كليتهن هنا. واقول لكم شلون احنا راح اسولف لكم شلون احنا من كان يجي مين وين يوصل القاري مالتنا والقصص اللي كانت تحيط بي. هسه راح نسولف لكم، تعالوا ويانا نقعد نسولف لكم بغير مكان. كان القاري بدايه يعني انطلاقه يجي من جسر الشهداء
إلى مدينة الكاظمية، وكان قبل ما يسموه جسر الشهداء ولا يسموه مدينة يعني ساحة الشهداء، كان يسموها منطقة جسر مود نسبة إلى القائد البريطاني اللي احتل بغداد بذاك الوقت. يروح للكاظم، وأرد أقول لكم يوم القاري كان مو عبالكم كل واحد يعني يقدر يصعده، هاي بس الزناقين، بس اللي تجار، بس اللي عندهم بيع وشراء كانوا يصعدون به، والباقي أهل بغداد عندهم غير وسائل نقل، ناس خطية تمشي على رجلها، ناس تستخدم البغال، اللي عنده حصان هذا بحساب يعني عنده السيارة الجديدة هسه وما أدري شو يسموها الروز رايز ما أدري المرسيدس، بكيفكم يمه. هذا كان اللي عنده خيل ويجي منك يمر بالبساتين، كانت بغداد كليتها بساتين، مشتهرة بالبساتين، بساتين النخل والبرتقال والقد والرارنج والمزارع الخضرة، فيمر هذا كله بهاي المناطق الجميلة، واللي قاعدين اللي يغني المقام اللي يسولف على العيشة، وكانوا ياخذون وياهم التمتوعة يعني أكل، تعرفون يوم ما الجيل الجديد ما يعرف شنو التمتوعة، يعني اللي يشيل وياه تمرات، اللي يشيل وياه حلاوة، يشيل خبيزة ياخذها، لأن شنو يوم هي من ساحة الشهداء للكاظم يقعدون من الفجر يوصلون للظهر رحلة هذه، ومن يوصلون هذا شو اسمه القاري يوم الحصين همينة تتعب، يقعدوها بهاي المحطة الأخيرة بالكاظم، يوكلوها، يشربوها مي، اكو واحد مختص هذا همين يظل هو بالقاري، يرد يحولها منها هي من رايحة، يحول الخيل من الجهة الأمامية، يحولها منها وترد ترجع لجسر الشهداء. هذه كانت رحلة القاري. طبعاً حبايبي كانت اكو وسيلة أخرى يستخدموها أهل بغداد والعراق كله. هذه الوسيلة هسه راح اخذكم الها، طبعا انتم ما راح تعرفوها، بس اللي بقدي واللي شويه اكبر مني وشويه يمكن اصغر مني ملحقين عليها راح يقولوا لكم اياها شنو اسمها، بس هسه انا راح اخذكم هناك تشوفوها. حباي بهاي الربل، واني تستحضرني كانت اكو مسلسل اسمها عبود يغني، كان يطلع هو شخصيته همينة عربنشي، وصعدن عنده بنات اثنين يعني حلوات، وحده من عندهن كانت يعني ترتب بحرف الراء، فكانت شو تقول كل ساعه تقول له من تحتار تقول له عم عربنشي صعد الكبنك، يقولوا اني قلبي يروح وياها وترجع الشمس تضربها تقول عمو عغبنشي نزل الكبنك، وهذا الكبنك يعني هو شنو المظلة مال العربانة من يصير مطر أو شمس يصعدوه وينزلوه، فهي هذه كانت كل ساعة عمو عغبنشي صعد الكبنك، عمو يقولوا قلبي يروح وياها منا صعد الكبنك ومنا نزل الكبنك، وهذا اللي كنا احنا نستخدمه كوسيلة نقل، واني بطفولتي اتذكر كنا نروح السوق الكاظمية نركب بيه هذا الربل، كان هذا الوسط الشارع مال المدينة مال الكاظم، ما كانت اكو هاي النافورات، وهلا كان شارع عادي وتمر بيه هاي الربلات تجرها الخيل ونأجرها يعني نأجرها من منطقتنا إلى أي مكان نريد نروح له. يما هاي أم العربانة عندها كلمة هذا تاخذه وياها وين ما تروح. زين شلون راح تصعدوني؟ ما أصعد إذا أنا ما أصعد ما أصعد. يلا وهسه راح نصعد بالربال. راح أصعد يم الكبنك.
يما شو هذا صغير. يلا هسه احنا راح نتجول بمدينة شارلوت بالربل، نسترجع أيام زمان حبايبي. أنا اللي أتذكرها يعني هسه هذه قاطين بس هذا القاط وقباله يعني مصطبة خشب صغيرة هم يقعدون بها أشخاص وهنا يقعدون ثلاثة. أنا أتذكر كانت يعني أجروها بدرهم وألا خاصة بس يعني ما يصعد ناس بربع دينار، هاي أنا بطفولتي يصعدون العائلة يأجروها خصوصي وياخذوها من المكان اللي يريدون يعني من بيتهم للمكان اللي يريدون يروحون، ووقع عليه السبالي وقع اقدام الخيل من يلبسوها هاي الحدوه الحديده وسوي طن 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 طق 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 طق. الجسمه كانت الشوارع مبلطه بس المدن لا كانت تراب، بس الشارع اللي يمشي عليه الخيل او الربل هو يعني كان مبلط. يما هذا شلون حصان مرتب، اشو هذا شاف الترافيك وقف من شاف اللايت احمر وهسه اخضر حرك والنوبه ما يمشي على شو اسمه خارج الخط مال الشارع، يمشي على حد الخط. قادر ربي قادر. اقولكم يما تدرون حضاره وادي الرافدين اول من صنعوا الويل، والويل يعني قصدنا العجله او التاير، بس من ايش مصنوع ما ادري، هما ما قالولنا درسونا قالولنا صنعوا الويل ودهربونا يدكملوها قولولنا من ايش، بس حسب تفكيري يمكن يحطون كربه مال نخله ويدفعون بيها، ولو الكربه بيها ذني يجوز يبردوها يمه ويدفعون زين وسوولنا العجله. اريد هم يقولوا لي شنو العجله شلون كانت، اي انتوا قولوا لي. أثناء تجوالي اليوم لفتت نظري هاي قصيدة مكتوبة باللغة الإنجليزية، هذا شيء عادي بس اللي لفت نظري أنه أمام يعني قدام كل عبارة بالإنجليزي أكو هنا اللغة مكتوبة يعني للمكفوفين، كتابة للمكفوفين يعني يقدر يقراها اللي يشوف والإنسان اللي فاقد البصر. هاي واحدة من الأشياء اللي لفتت نظري، دائما يهتمون بالذوي احتياجات الخاصة. حبايبي أحب أسولف لكم على بغداد وعلى أيام زمان، إنه كانت الناس على نيتها وبسطاء وذاك من ذاك اللي يعرف يقرأ ويكتب، فكانت عندهم حادثتين تمر بيهم، هاي عندهم هذه كارثة. واحدة من هاي الحوادث إنه يقعدون الصبح يلقون الجسر تايه،
طبعا انتم راح تسالوني شلون الجسر، شلون ماما سعاد الجسر يتيه. راح اقول لكم شلون يتيه. كان قبل الجسر اللي يربط بين الرصافة والكارخ هو عبارة عن نسميها احنا طبقة، جسر خشبي وتحته يعني اكوش طوافات، طوافات هذه، ومن النص هو ينفتح وينسد، فذولا يشدوه بحبال يفتحوه من تمر السفن تجي من شط العرب تجي تروح السامرة، فيفتحوه الصبح ويردون يسدوه ويربطوه بحبال. فهاي الحبال بعض يعني من يجي الروج وتمطر الدنيا ويعلى الماي راح شو تسوي، هذا ينفتح الجسر، ينفتح يروح، يقعدون الناس الصبح يصيحون يا ابويا، هذا اللي يريد يروح للرصافه وهذا اللي يريد يروح للكارك وهذا الطالب اللي يريد يروح وقتها كان هذا الزمان صارت بيها مدارس، بعض الناس يداومون اللي يريد يروح يعني الافندي اللي يريد يروح لوظيفته او اللي يريد يروح للمدرسه، خاصة بأيام الربيع كانت تصير عندنا مطرات قوية ويفيض نهر دجلة، ماكو إلا ينفتح هذا الجسر ويتيه، فمن يتيه هذا يصير عندهم كارثة. ودا أقول لكم شلون كان يعني يتم هذا ربطه للجسر، يعني يسدوه ويفتحوه، كان يوقف واحد ناطور يوقف بجهة الرصافة يعني عنده صافورة، واحد يوقف بجهة الكرخ عنده صافورة، يصافر يسحبون الجسر يفتحوه، يصافر يردون يربطوه، وهاي المشكلة ما يقدرون يتغلبون عليها من يصعد منسوب الماي. يما من سولفت لكم على الجسر شلون ينهزم ويظلون يدورون عليه، هذه كانت الكارثة عندهم الكبيرة يعني يعانون منها أهل بغداد، وعندهم قلت لكم كارثة لوخ هي شنية، هي ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر، هذه كانت العجائز يصحون يما هذا آخر زمان، يما كلتنا مدى نمشي على تعاليم رب العالمين وأولي، فشي سوون العجائز بهذا اليوم، يصعدن فوق بالسطيح يندعان، ومن وحدة من هاي الدعاء مالتهن شي يقولن، يقولن يا قريب الفرج يا عالي بلا درج، قمرنا طايح بشدة وننتظر منك الفرج. ومرت اللوخ الأولاد شي يسوون، الأولاد الصغار يقولوا لهم اطلعوا خوفوها للحوتة، شلون يخوفوها؟ اللي عنده جدرية واللي عنده نجانة واللي عنده صينية حبايبي ها يطلعون يدقون، يجيبون لهم هالعصا وهالصينية ويقومون إيش اسمه يدقون على أساس حتى يخرعون الحوتة والزوع على قمرهم، فشي غنون هاي الإهزوجة ولحد الآن مشهورة، يا حوتة يا من حوتة ذبي قمرنا العالي وكان هذا قمرنا الغالي وكان ما تهدينا وندق لك بصينية، ويظلون يدقون بغداد كلها تصير طاب وطيب إلى أن هي يعني ظاهرة طبيعية، ينجلي القمر ويرجع يطلع زين. أني هم شو يقولون؟ تشتغل الهلاهل والهوسات والدعاء إنه الحوتة خافت من عندهم وزاعت القمرهم. حبايبي إن شاء الله استمتعتوا ويانا بهاي الرحلة اللي استعرضنا بيها ذكرياتنا، ذكريات الزمن الجميل عن بغدادنا الحلوة اللي هي جزء من عراقنا الحبيب. وأني هنا هسة من كملت الرحلة قاعدة هنا أنتظر فد شوية أحضر نفسي بعدين أدخل للدرس حبايبي. وقبل ما أفوت للدرس أحب أقول لكم هاي الحكمة، يقول لك الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، خلي تكون عندنا حبايبي إنسانية
ورحمة على بعضنا، لأن إذا ساءت الإنسانية والرحمة رح يجيك السرة. شنو رح يجيك السرة لما أنا ما أبر صاحبي وما أسأل على أحبابي؟ يجي يوم أنا همين ما حد يبرني وما حد يسأل علي ويجيني السرة. محبتي لكم ومع السلامة، إلى اللقاء بالحلقة القادمة. صحة وسلامة للجميع.